بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدادة القواعد المسلحة. بداية يبدأ الحداد في ترقيم القواعد، بيرقم القواعد بالشكل اللي احنا شايفينه بحيث انه يعرف عدد نماذج القواعد وأطوال القواعد وعرض القاعدة وارتفاعها، فيبدأ يجهز الحديد اللي هيكون عنده ويشكل الحديد. طيب، يبقى عندنا بداية بنبدأ في ترقيم القواعد ثم تشكيل الحديد حسب الأطوال والأعداد اللي هتكون موجودة وعدد النماذج اللي هيكون موجود عندنا. بعد كده بيبدأ الحداد في تشكيل القفص الخارجي بتاع العقد. يعني إيه؟ يعني بيعمل قفص بالشكل ده وبيعمله خارج القاعدة بحيث إنه يكون شغال على التوازي مع النجار، استفادة بالوقت ويوفر الوقت ما يضيعوش. طيب، هو كده بيبدأ يعمل القفص الحديدي للقواعد الخارجية فقط، يعني القواعد اللي على الدائر من بره، القواعد المحيطة بالمبنى، مش بيعمل القواعد الكبيرة اللي جوه. بالشكل ده بيبدأ يعمل نماذج القواعد الخارجية ويعملها خارج النجارة، بيوفر وقت ويكون شغال على التوازي مع النجار في انتظار ان النجار ينهي اعماله وان المهندس الموقع يستلم أعمال النجارة ويأذن للحداد في إنزال شبكة الحديد أو قفص الحديد اللي هيكون موجود داخل القواعد. بيبدأ يشتغل بالشكل ده. بعد كده بيبدأ في نقل الحديد ونقل أقفاص الحديد داخل القواعد بعد إذن المهندس الموقع إنه استلم أبعاد وتوقيع أماكن القواعد كنجارة، ويبدأ يسقطها بالشكل ده. وهنلاحظ ان هي القواعد الخارجية فقط، يعني القاعدة اللي على الطرف، القواعد اللي على الخط الخارجي، لكن القواعد الداخلية ما بيقدرش انه يدخل لغاية جوه، مش هيقدر يشيل القفص الحديد ده انه يدخل لغاية هنا، فلذلك بنلاقي هنا حديد مفروض لوحده في داخل القواعد. بالشكل ده بيسقط الحديد الخارجي فقط، انما القواعد الداخلية بيجمعها داخل القواعد. لذلك هنبدأ نشوف الاقفاص الحديد الداخلية، انه بيبدأ يجمعها داخل قواعد النجارة وليس خارجها. بيبدأ يشكل الحديد وينقله داخل القواعد، يبدأ بحديد الفرش ثم حديد الغطاء، بيبدأ في وضع حديد الفرش ثم حديد الغطاء بالشكل الموضح امامنا، ان هو بيبدأ يجمع الحديد داخل القواعد. هنلاحظ هنا انه بدأ بحديد الفرش، هو بيكون في الاتجاه القصير بداية، بعد كده يبدأ في حديد الغطاء في الاتجاه المعاكس ليه، وبيجمعهم ببرندات بتكون محيطة بالشكل. يعني سيخ الحديد اللي جاي في محيط بره ده بيبقى اسمه برندات، ووظيفته ربط الزوايا اللي موجودة هنا، وهنفرد ليها كلام خاص بيه بالشكل ده. هنلاحظ هنا ان الحداد بيبدأ يفرد الرجول اللي موجودة هنا، الزوايا اللي موجودة هنا، ويفردها ويربطها في سيخ البرندات الموضح امامنا كما هو موضح بالقاعدة المجاورة الاخرى. بالشكل ده كده سيخ البرندة بيربط الزاوية كلها بحيث انها تكون رأسية. يبقى بنبدأ بوضع الفرش، وبعد كده بنبدأ بتجميع الغطاء والفرش بالبرندات اللي بتكون موجودة الأفقية بالشكل ده. زي ما احنا ملاحظين، يبقى الفرش هنا سبق الغطاء، وان الفرش والغطاء بيتربطوا بالبرندات الموجودين هنا في الاعلى لربط الزاوي بحيث انها تكون رأسية. نلاحظ ده شكل المبنى كله بالشكل الاتي. نلاحظ ان هو لما بيجي بيبدأ بالخارجي، ما كده يبدأ يدخل في الداخلي هنا، والقواعد الكبيرة الداخلية بيبدأ يجمع الحديد بتاعها ويسقطه جوه، بيدخله جوه للحدادين ان هم يجمعوا القواعد، ويبدأوا هم جوه داخل القواعد ان هم يبدأوا في تربيط الحديد مع بعضه، تربيط الفرش والغطاء والبرندات بالشكل الموضح امامنا وهكذا. احيانا بيبدأ الحداد انه يسبق النجار،
ازاي؟ هنلاحظ هنا ان الحدادة قبل النجارة، ده ليه اسباب لكن ليه اصول في الشغل بتاعه. اصوله ان لازم يكون النجار يعمل توشيح للحدادة، يعني بيبدأ في توشيح اماكن الاواعد، بيرسم اماكن الاواعد، وبعد كده بيبدأ الحداد في تجميع الحدادة بالشكل الموضح عنه. طيب ده سببه ايه وفايدته ايه؟ ايه السبب وايه النتيجة؟ الاسباب كتير. ممكن يكون الحداد هو اللي جايب النجار وهو اللي بيتحكم في ترتيب الشغل، وان هو عايز يبدأ الحداد قبل النجار. وممكن يكون الخشب بتاع الاواعد لسه مجاش، او مشغول مثلا في جنطة تانية او في عمارة اخرى، فلذلك مش قادر ان هو يفك الخشب، فاستفادة بالوقت بيبدأ يشتغل عشان ما يعطلش ما يقفش. حاجة تالتة انه ممكن عايز يعلي كفاءة الشغل، يعلي الكفاءة بحيث ان ما يكونش فيه ملاحظات نهائية، وان يشتغل باعلى جودة وبسهولة ويسر، انه يقدر يخلي الشغل في اعلى مستوى ممكن. الله عزينا ان في خطوط مرسومة على الاواعد العادية اللي هو التوشيح اللي موجود اسفل الاواعد بالشكل الموضح عنا. نلاحظ ان في توشيح موجود في الاسفل، وان الاواعد دي متعلقة على البسكوت لعمل غطاء خرسانة بالشكل الموضح عنا، زي ما حضراتكم شايفين كده ان اعمال الحدادة سبقت اعمال النجار. وده طبعا قلما ان يكون ايه موجود، يعني نادرا ان حد فينا يشوفه في الشغل. بكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.